الرئيس السيسي يثمن محفل بريكس كمنصة للتعاون والتشاور ويتهم النظام العالمي بتفريغ المبادئ وازدواجية المعايير. في يوم الاحتفال بالمنظمة الأممية، مصر تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من باريس تعهدات بجمع 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني في المؤتمر الدولي لدعم لبنان. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. بعناوين سياسية واقتصادية شتى، خرجت اجتماعات قمة بريكس وبريكس بلس على مدى يومين بمدينة قازان الروسية. أما على الصعيد السياسي، كانت الدعوة بضرورة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية. أما اقتصاديا، فكان الصوت عاليا بأهمية التكامل والتعاون بعيدا عن الهيمنة والأحادية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة تجمع بريكس بلاس المنعقدة بمدينة كازان الروسية. أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوتي الاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات والسياسات الأحادية. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة. يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية، فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة. وخلال كلمته بقمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة كازان الروسية، على أن الاعتداءات امتدت إلى الأراضي اللبنانية، ما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ مبادئ أو ازدواجية المعايير. وفي هذا الإطار، لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين
بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد الدولي وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تثمن محفل البريكس بلاس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وخلال كلمته بقمة تجمع بريكس المنعقدة بمدينة كازان الروسية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولاً، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانياً، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثاً، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. كان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر انعقاد فعاليات اليوم الختامي لقمة تجمع البريكس، والتقط قادة ورؤساء وفود الدول المشاركين في ختام أعمال قمة البريكس صورة تذكارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة قازان الروسية علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، بعد التحية، ضعنا في ملخص عام لنشاط السيد الرئيس اليوم في روسيا، وأيضا ما تضمنه من حضور لختام قمة البريكس، وكذلك اللقاءات التي تمت على الهامش حتى الآن. نعم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل نشاط سيادته صباح اليوم بحضور الجلسة الافتتاحية لقمة البريكس، بالإضافة إلى البريكس بلس، والتي ألقى خلالها كلمة مصر الهامة التي استعرض فيها أهمية تعزيز التعاون بين دول المجموعتين، قائلا أن هذا التجمع أصبح يمثل منصة للصوت الجنوبي أو لصوت دول الجنوب وصوت الدول النامية، وطالب السيد الرئيس بتعزيز آليات التعاون خاصة الاقتصادي بين المجموعتين وبين أعضاء مجموعة البريكس في الأساس، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة في عدد من المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والنظيفة، وفي مجالات توطين التكنولوجيا الذكية، وتسريع وتيرة عملية التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني، نتحدث عن التعليم، الإسكان، البنية التحتية والإنشاءات وغيرها. السيد الرئيس أيضا أكد على أهمية تعزيز دور الآليات التعاون المالي، خاصة بنك التنمية الجديد والبنك الأسيوي للبنية التحتية، وطلب سيادة الرئيس بحل مشكلة الديون وسد الفجوة التمويلية التي تواجه الدول النامية والتي تقدر بأربعة تريليون دولار، وأيضا أكد على أهمية يعني تسوية هذه المشكلة التي أصبحت تعيق عملية التنمية المستدامة. وأكد السيد الرئيس أن آليات التعاون التي تضمنها وتوفرها تجمع البريكس يمثل نموذجا يحتذى به في كل التجمعات الاقتصادية، وأنها أصبحت بالفعل منصة ليست فقط منصة اقتصادية هامة، وإنما أيضا منصة سياسية تعبر عن صوت الدول النامية. وفي هذا الإطار عرج السيد الرئيس على الأزمات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة، وفي الصدارة منها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان. وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس على أهمية تعزيز نظام عالمي متعدد الأطراف يتعامل بموضوعية ونزاهة وحيادية مع هذه المستجدات، ويعني يتلافى قصور هذا النظام العالمي الحالي الذي يتعاطى ويتفاعل مع هذه التحديات بانتقائية وتحيز. خلال هذه المشاركة الهامة التقى السيد الرئيس مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لقاء مطول كان الأساس في مباحثات الرئيسين هو القضية الفلسطينية وتصاعد العنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة وأيضا ضد لبنان. وخلال اللقاء أكد الرئيسان على وحدة الموقف المصري والجنوب أفريقي حيال هذه القضية، بضرورة تهدئة الصراع وإنفاذ المساعدات بشكل فوري، وأيضا تأكيد على حقوق الدولة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو عام 67. في هذه الأثناء فعليا اختتمت فعاليات الدورة 16 من دورات انعقاد تجمع دول البريكس، وفي الانتظار لعقد الرئيس الروسي الذي تترأس بلاده هذه الدورة مؤتمر صحفي من المنتظر أن يتلو خلاله إعلان قازان الذي يشمل أو يضمن ويحمل عدد كبير من مخرجات هذه القمة، التوصيات للدورة القادمة وغيرها من المحاور المهمة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على رشوان موفد التلفزيون المصري لقمة تجمع بريكس. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية ونستكمل معكم نشرة السادسة. ما زلنا نتابع فعاليات قمة تجمع بريكس والمنعقدة بمدينة كازان الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته زيارته من لقاءات على الهامش. تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة.
تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا على هامش قمه تجمع البريكس والمنعقده بمدينه قازان الروسيه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيسين اكدا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائيه بين البلدين لتكون مثالا يحتذى به لما يمكن انجازه على المستوى القاري والاستمرار في تعزيز وتتبع وتطويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب إفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وفي ذلك السياق أكد الرئيسان ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وأعرب الرئيس الجنوب أفريقي عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد. هذا وبحث الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سبل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية وفي إطار تجمع بريكس الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر تعمل بنشاط في إطار مجموعة بريكس وأصبحت عضوا كامل الحقوق في هذا التجمع. وخلال كلمته تعقيبا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الموسعة للقمة، قال بوتين إن بلاده تعول على إسهام مصر بقسط كبير في عمل تجمع بريكس. شكرا جزيلا. مصر تعمل بنشاط في إطار مجموعة بريكس وأصبحت عضوا كامل الحقوق في هذا التجمع، ونعول على أن بلادكم سوف تسهم بقسط كبير في عمل تجمعنا. كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القتال في قطاع غزة انتقل إلى لبنان ويؤثر على العديد من البلدان في المنطقة. وخلال كلمته بقمة بريكس بلس المنعقدة بمدينة قازان الروسية، أكد بوتين أن السلام في فلسطين سيمر بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهناك كذلك أزمات في الشرق الأوسط التي تثير القلق، وهنا ما قد تحدثت عنه هو تصعيد الأزمات القديمة التي لا يمكننا إطفاؤها وإخمادها على مدى سنوات، بما في ذلك الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية التي أصبحت أكثر دموية في التاريخ. السيدات والسادة، ننتقل بحضراتكم الآن لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. معنا في الاجتماع المصغر والموسع وتحدثنا عن المسائل المهمة لبريكس وكذلك توسيع المجموعة في ثلاث مجالات: السياسة والأمن، التجارة والاستثمار، والعلوم والعلاقات الإنسانية. وقد أجرينا كذلك اجتماع لبريكس بلس، وهذا لتبادل الآراء مع شركائنا في الجنوب وشرق العالميين. وقد دعونا الدول من رابطة دول مستقلة وكذلك من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية وكذلك عدد من المنظمات الدولية
الدولية وتبادل الآراء حول الأوضاع العالمية، وركزنا على تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، ورأينا في آفاق التعاون بين دول بريكس والأغلبية الدولية في مجال التنمية المستدامة، وضمن الاجتماعات والفعاليات التي تحدثت عنها قد جرت في جو عملي ومنفتح وتفاهم، وهذا النهج البناء في العمل سمح لنا على مدى 3 أيام أن نناقش بشكل تفصيلي أوسع حزمة من المسائل. وخلال القمة تم اتخاذ بيان كازان لمجموعة بريكس وكذلك تحدثنا عن مبادئ المجموعة الواعدة والنظرة للمستقبل، وكذلك تحدثنا عن إقامة مجتمع أو نظام عالمي عادل وديمقراطي وشامل قائم على ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك يقاوم العقوبات غير الشرعية. دول بريكس تسعى لتعزيز التعاون في المجال المالي، وسوف نقوم بتعزيز التواصل في هذا المجال وإقامة آليات لا تتعرض للضغوط الخارجية في هذا المجال. وخلال القمة قد تحدثنا عن الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات للتنمية الواعدة والمستقبلية لدول بريكس ولدول الجنوب والشرق العالميين. وبالنسبة لبنك التنمية الجديد والسيدة ديلما قد تحدثت عن تمديد رئاسة البرازيل لهذا البنك، أي تحت رئاستها. ونذكر بأن البرازيل تترأس مجموعة بريكس في العام القادم، ولا أخفي عليكم بأننا نعلم ما هي الأوضاع حول روسيا، ولا نرغب بنقل هذه المشاكل إلى المؤسسات والآليات التي تعنيكم بأنفسكم. نحن نقوم بحل مشاكلنا بأنفسنا، إضافة إلى ذلك نقوم بتنفيذ المشاريع في الصناعة والبنى التحتية واللوجستية، وكذلك هناك تعاون بين دولنا في مجال الثقافة والتعليم والرياضة وكذلك المجتمعات المدنية. إن بريكس ليست صيغة مغلقة بل منفتحة للجميع، وكل من يقاسمنا تقاليدنا ومبادئنا لإيجاد الحلول المشاركة دون أي فروض خارجية ودون إملاءات على كائن من كان. وبريكس لا يمكنها أن لا تستجيب للطلب الكبير على تثمن مصر محفل بريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب العالمية جين فريزر. وخلال الاجتماع أوضح مدبولي اهتمام مصر بدعم التعاون مع المجموعة العالمية على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها مصر. واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم على الرغم من التوترات والأزمات الإقليمية الجارية حاليا، منوها إلى أن الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات
الكلية للاقتصاد المصري. وأوضح مدبولي جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال العام والبترول لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها. وخلال الاجتماع استعرض وزير الزراعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها. وأوضح أنه تم صرف نحو 20 مليون شكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنقضي المنتهي في 30 من سبتمبر الماضي. بينما أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسع فيها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 والمقرر انعقاده في منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو، منوها إلى أن الاجتماع يستهدف أيضا متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات COP28. أكد رئيس مجلس الوزراء تقديره لدور الصحافة والإعلام وحرصه على مناقشة التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الصحفية والسعي لتذليلها. وخلال لقائه برئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشربجي لمتابعة عدد من ملفات العمل، أكد أنه سيتم التوجيه بالعمل على تذليل التحديات التي تم عرضها بما يسهم في استقرار هذه المؤسسات المهمة وكذلك أداؤها لدورها المهم. وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، كما تطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات خاصة في ملفي الضرائب والتأمينات، منوها إلى ما يتم بذله من جهود للتواصل الفعال مع الجهات المختلفة للتعامل مع تلك التحديات. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وانعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة. هذا وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أعلن ختام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وأكد عبد الغفار على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق حول قضايا السكان والصحة، مؤكدا على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل سعيا لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان. ويسعدني أن أعرض على حضراتكم أهم التوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر. بعد مرور 30 عاماً على إعلان القاهرة سنة 1994، والذي كان إعلان الأول لأحداث نقلة نوعية في ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الإنجابية، تؤكد الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هي الأساس لتقدم البلاد. لذلك نحن ملتزمون من خلال إعلان القاهرة برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد وتعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادي وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعي الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات والقطاعات المتعددة، إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف.
في إطار حرص القوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة الإعداد والتأهيل للكوادر الفنية والمهنية وفقا لأرقى المستويات، حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة ومراكزها على شهادات الأيزو في مجال جودة التعليم والسلامة والصحة المهنية. هذا وأكد لواء أركان حرب طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني حرص إدارة التعليم والتدريب المهني على تطبيق سياسة الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية وتخريج كوادر متميزة قادرة على تنفيذ مهامها باحترافية مع استغلال فائض الطاقات التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر التخصصية في المجتمع المدني. في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة، قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم، والدفعة السابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد، ذلك بحضور اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة. كما تم تكريم أسر القادة التي سميت بأسمائهم الدفعات، ذلك تقديرا وعرفانا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة. كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة. أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا للتجارة بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون. أوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص وبحوزته 1,400,000 دولار وعدد من العملات الأجنبية المختلفة ومحفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية ولابتوب وهاتف محمول وعقود شراء للعقارات. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. أكدت مصر التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المنظمة الأممية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة إنه على مدار 79 عاما عملت مصر والأمم المتحدة معا عن كثب ليكون العالم أكثر أمنا وسلاما.
قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، قال إن المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس لدعم لبنان أسفر عن تعهدات بجمع 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني. والتقى نحو 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية في باريس بهدف جمع ما لا يقل عن 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق النار. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المؤتمر الدولي لدعم لبنان يستهدف تقديم المساعدة للشعب اللبناني الذي يواجه تحديات كبيرة أبرزها الهجمات الإسرائيلية وأزمة النزوح. وخلال كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومشاركة ممثلين عن نحو 70 دولة، أكد ماكرون على ضرورة انتهاء الحرب على أرض لبنان وإنهاء التدخلات الخارجية التي تعمق الأزمات في البلاد. ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. استشهاد وإصابة العشرة جراء استهداف مدرسة تأوي نازحين في النصيرات. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وخلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد الرئيس الفلسطيني على أن قطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي جزء من أرضه أو إعادة احتلاله. واستعرض عباس خلال اللقاء آخر التطورات الفلسطينية مؤكدا ضرورة وقف عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية خاصة التي ترتكبها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة وتسريع إدخال المساعدة الإنسانية والانسحاب من كامل قطاع غزة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم 135 مليون دولار إضافية من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين. يأتي ذلك تزامنا مع تجديد الدعوات إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأعلن بلينكن خلال المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الولايات المتحدة منفتحة على خيارات مختلفة ذلك لإنهاء الحرب في غزة. وأكد رئيس الوزراء القطري أن وفدين مفاوضين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيزوروا الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة غزة، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع قادة حماس بعد مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن بلاده في بداية نهاية الحرب على غزة ولكنها لم تصل بعد إلى خط النهاية. جاء ذلك في حديث لنتنياهو لشبكة سي نيوز الفرنسية، أوضح من خلاله أن إسرائيل وجهت ضربة قوية لقدرة حماس القتالية وقضت على قائدها. وقد وصف نتنياهو حرب إسرائيل على غزة بالصراع ضد الإرهاب على حد تعبيره. تواصل قوات الاحتلال نهج عرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتغلق قوات الاحتلال على مدار يومي الخميس والجمعة معبر كرم أبو سالم بشكل كامل الذي كانت تتسلم فيه الأمم المتحدة المساعدات لتوصيلها للأشقاء في قطاع غزة. للمزيد من هناك يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. المسلسل الذي تنتهجه قوات الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومنعها على الإطلاق ما زال مستمرا. منذ أقامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني في 7 مايو الماضي وهي تمنع دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية، مصر توصلت لاتفاق لإدخال هذه المساعدات الإنسانية من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم لتتسلمها الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن قوات الاحتلال أصرت أيضا من معبر كرم أبو سالم على منع دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية وعرقلة دخول المساعدات، إما بمنع أنواع معينة من المواد الغذائية من المستلزمات الطبية في بعض الأحيان. على سبيل المثال خلال الأسبوع الماضي تم رفض أكثر من 100 شاحنة محملة بالدقيق والمستلزمات الطبية، ما دخل إجمالي من أمام بوابة معبر رفح المصرية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 200 شاحنة تقريبا دخلوا في اتجاه معبر كرم أبو سالم. أكثر من نصف هذه الشاحنات عادوا أدراجهم مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. قوات الاحتلال تستمر في منع المساعدات، عرقلة دخول المساعدات الإنسانية بشكل عام. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أصدر بعض الأرقام التي يعني تخص قطاع غزة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وصلت الأرقام إلى أن وجود حجم للركام أكثر من 39 مليون طنا من الركام في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن يعني دمار أكثر من 82% من منازل قطاع غزة، وتحديدا في شمال قطاع غزة دمرت تماما أو دمرت كليا أو جزئيا. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. نظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط. وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نتابع معكم تفاصيل هذه الورشة التي أطلقها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لمناقشة التحديات والصراعات الدائرة في الإقليم. وجاءت هذه الورشة تحت عنوان المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط. هذه الورشة يشارك فيها عدد كبير من المتخصصين وأيضا السفراء في الشأن الإقليمي. وبدأت هذه الورشة بكلمة للدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي أكد فيها أن حالة اللايقين هي المعبرة عن الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن حسابات سوء التقدير قد تنذر بحرب إقليمية كبيرة ذات تداعيات حرجة. وأكد أن إسرائيل تسعى إلى حدوث نكبة فلسطينية جديدة، وهذا يضع علامات استفهام حول مستقبل القضية الفلسطينية. هذه الجلسة أو هذه الورشة تضمنت جلستين رئيسيتين. الجلسة الأولى كانت بعنوان التحولات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط إلى أين، وتم الحديث عن آفاق التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وكانت الآراء تدور حول استمرار هذا التصعيد على الأرجح نظرا لأن الطرفين لديهم عدد من المبررات التي يعني يريدون من خلالها أن يستمر هذا التصعيد في المنطقة. أما الجلسة الثانية كانت بعنوان نحو إعادة بناء إقليمي مستقر ومستدام، وهنا تم الحديث تحديدا عن آليات التحفيز للتنمية وإعادة الإعمار ما بعد الصراع بمشاركة عدد كبير من الخبراء في هذا الشأن. وتم الحديث عن مستقبل الدولة أيضا في ظل الأزمة السودانية الموجودة، وتم التأكيد على أن مصر يعني دائما ما تمارس سياسة التوازن الاستراتيجي في تعاملاتها في الإقليم، وأن هذه هي سياسة مصر الدائمة. أيضا يعني سيكون هناك عدد كبير من التوصيات التي تؤكد على وجود رؤية استشرافية لإعادة صياغة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. إذن ندوة هامة يشارك بها عدد كبير من الخبراء لمناقشة التحديات الجارية في الإقليم. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم مرة أخرى.
أما الآن موعد وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم دينا وحكمة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا لمناقشة مستجدات أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولي. وخلال اللقاء الذي عقد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بما تقوم به الحكومة من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تطرق إلى الخطوات البناءة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي لها مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات والعمل على تبادل الخبرات وتطبيق أفضل التجارب الدولية والتنموية في مصر للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودة حياة المواطنين. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر في مصر، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات تكريما له بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة. وإلى أسواق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 وذلك بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 30,552 نقطة، كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 42% ليغلق عند 7,865 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 11,067 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط بعد عدة ارتفاعات، حيث رأى الخبراء أن التقابلات في أسعار النفط نتيجة عدد من العوامل المتضاربة والتي تؤدي لحالة من عدم اليقين في المستقبل، حيث تتباين هذه العوامل ما بين توترات سياسية وارتفاع في مخزونات الخام الأمريكية وضعف اقتصاديات دول كبرى. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 75.68 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليغلق عند 71.53 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 11% لتصل إلى 2.17 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% يصل إلى 2.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الدين العالمي في طريقه لتجاوز تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد جورجيفا أن هذه الأرقام تثير القلق، حيث إن الاقتصادات قد تجد نفسها عالقة في حلقة من النمو البطيء والدين المرتفع، مما يؤثر على الدخل وفرص العمل ويقلل من قدرة الحكومات على الاستثمار في مجالات حيوية مثل دعم الأسر ومواجهة التحديات طويلة الأمد كالتغير المناخي.
ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لدينا فكري وحكمة عبد الحميد لاستكمال النشرة إليكما. شكرا لك ليلى. يختتم اليوم مهرجان الموسيقى العربية فعالياته على مسرح النافورة بدار الأوبرا بالقاهرة وتحييه الفنانة مي فاروق. شارك في المهرجان هذا العام في نسخته 32 عدد من كبار النجوم المصريين والعرب. قبل ساعات من اختتامه وصل مهرجان الموسيقى العربية فعالياته بليلة فنية استثنائية قدمها الفنان علي الحجار بمشاركة الموسيقار الإماراتي أحمد الهاشمي الذي قدم فقرة بالعزف على البيانو وسط حضور جماهيري كبير لم ينقطع منذ اليوم الأول للمهرجان. أحمد طبعا كثير مبسوط وفرحان أنه هو مشارك في واحد من أعظم المهرجانات في الوطن العربي، وصراحة ما كان مصدق نفسه لما عرف أنه هو راح يكون موجود في حفل الفنان العظيم الأستاذ علي الحجار. فإن شاء الله يعني تنبسطون إن شاء الله، وإن شاء الله يكون يعني مرات ثانية كثير في مصر. قدم الفنان علي الحجار العديد من أغانيه المميزة منها المال والبنون وما فيناش من الخوف وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أشاد بتنظيم هذا المهرجان الأكبر والأهم في الشرق الأوسط. وتزامن هذا الحفل مع استضافة مسرح دار أوبرا الإسكندرية الفنان أحمد جمال في إطار جاهزية مسارح الأوبرا التي استضافت أكثر من 70 مطرب ومطربة. الفنان علي الحجار فنان كبير وتنظيم رائع وغير كل سنة. مهرجان رائع طبعا والتنظيم أكثر من رائع. أنا من الفانز بتوع علي الحجار. طبعا أنا أول ما دخلت انبهرت بالتنظيم بصراحة، حاجة جميلة جدا وما كنتش متخيلة أن أول مرة أخش أحس أن أنا مبهورة أن في حاجة حلوة كده في مصر. صراحة يعني فخورين بحاجة زي كده بتعمل في مصر، وطبعا وجود الفنان علي الحجار ده ميزة كبيرة لأي حفلة. ما شاء الله، يعني تنظيم جميل ومنظم ومرتب. وبعد هذا الحفل تستعد دار الأوبرا المصرية لإقامة حفل الختام الذي ستحييه الفنانة مي فاروق على مسرح النافورة ليودع المهرجان جمهوره في نسخة قوية راعت فيها كل الأذواق الفنية المختلفة. محمود جميل، التلفزيون المصري. وختم نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن محفل بريكس كمنصة للتعاون والتشاور، ويتهم النظام العالمي بتفريغ المبادئ وازدواجية المعايير. في يوم الاحتفال بالمنظمة الأممية، مصر تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من باريس، تعهدات بجمع 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان و100 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني في المؤتمر الدولي لدعم لبنان. بالتذكرة انتهت نشرة السادسة. إلى اللقاء. في أمان الله.